صح، ما شاء الله نجم كبير خرج من نادي المقاولين العرب، وكمان الناس كانت مرشحه، وكل اللي بيتفرج على طاهر مرشحين طاهر انه هيمشي على خطوات محمد صلاح وفي يوم من الايام هيكون نجم. دايما بترسم حلمك انك في يوم من الايام توصل زي محمد صلاح؟ الصراحه في الاول يعني الموضوع ده ما كانش يعني دخل دماغي، عشان انا ما كنتش قابلت كابتن محمد صلاح، فانا مش عارف شخصيته عامله ازاي، ومش عارف هو يعني عايش ازاي. بس اللي خلاني بقى من يعني هو اليوم ده لما انا قابلت كابتن محمد صلاح في منتخب معسكر منتخب مع المنتخب ماتش الاول منتخب ماتش تونس. ساعتها شفت يعني لا يعني شفت حاجه يعني قيمه، يعني حاجه كبيره جدا يعني. قلت لا طبعا، يعني من وانا صغير وانا بلعب في المقاولين، ولما طلعت درجه اولى واديت بشكل كويس قالوا لي ان انت ان شاء الله هتبقى محمد صلاح الجديد. فانا ساعتها ما كنتش مستوعب الكلام ده، يعني انا ما كنتش عارف كابتن محمد صلاح ده يعني شكله عامل ازاي دلوقتي. فلما شفته طبعا الموضوع اتغير بقى، هو ده طموحي بقى خلاص. انا يعني انا عايز ابقى زي كابتن محمد صلاح في يوم من الايام، وامشي بنفس المسيره اللي هو مشيها. طبعا يعني لعب في انديه كبيره جدا في وقت صغير جدا يعني. عايزين نتكلم برضو عن الكابتن ريعو يعني.